فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أهدي امرأة عطرا إذا غلب على ظني أنها ستستخدم هذا العطر عند خروجها من البيت؟ انصحها أو انصحيها أنه ما يجوز أن تتعطر عند الخروج من البيت. انصح من تعطيه هذا العطر، من تعطيها هذا العطر، بين لها. نعم.